نريد أولا أن نخرج من الفضاءات المغلقة. احنا تعودنا ربما أنه تكون العروض أغلبها موسيقية وأغلبها في مسارح أو في ديار مغلقة، ديار المدينة، ولكن اليوم كذلك الفضاءات تفتح والفضاءات العامة تكتسح بالثقافة. عندك في بطحة تريبونال ولا غيره، المسلك كامل إن شاء الله تكونوا معنا في المسلك. احنا بدينا من الشواشين وفما مسلك كامل في مدينة تونس العتيقة، حتى نصالح كذلك المواطن التونسي إن كان شاب ولا كهل ولا طفل مع مدينته، مع الجمال المعماري اللي تتمتع به المدينة العتيقة، وكذلك أنه هو يشارك معنا البهجة والجمال الفنون وجمال وسحر شهر رمضان كذلك، في إطار أنه هذا الفضاء يكون في نفس الشيء مخصص مسخر لعزف منفرد أو لقراءات شعرية أو للقاءات حتى ما بين مثقفين ولا فنانين. هذا هو الإطار اللي نحبه، معناتها ويشارك معنا المواطن، زاد المواطن شريك فعلا، يعني ليس فقط المادة الفنية ولا التنشيطية حكر على الفنان ولا المثقف، المواطن نفسه ينجم يولي مشارك. كما كل رمضان بريسك، معناها ديما حافله تلقاها المدينه اكثر من اي بلاصه واحده اخرى في تونس العاصمه، والعباد الكل معناها بعد شقال الفاطر ديما الديريكسيون نتاعها هي المدينه العربي، وديما تجي تسال هنا وتتلم مع اصحابها لنا وكل شيء. نحن هنا الليله باش معناها ايفينمون نتاع تنشيط انيماسيون تبع اقامه درب القاسم، وحاولوا نخدموا شويه موزيكا باش نفردوا العباد بعد نهار طويل نتاع سخانه وخدمه وسيم وتعب، معناها فهمتني. جو المدينة العربي، جو طيارة، أمبيونس حلوة، إيون بلوس يعني ديما نجي هوني نحضر على سهريات وسهريات حلوة. واليوم سمعت إنه جروب غانجا، جروب نعرفه بالقدي وصحابي، سمعت إنهم عاملين سهرية يعني حلوة في المدينة العربي، يا أخي قررت نجي. ساعات نجي أنا وفامي والأغلبية نجي أنا وصحابي يعني.